إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تُعْطِلُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا لا نحصي ثناءً عليك لك المحامد كلها لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك ما حمدناك حق حمدك. اللهم لك الحمد السرمد حمد لا يحصيه العدد حمدا لا ينفد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا يستطيع وصفه الواصفون يا من يا تواليه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر يا من لا تحيط به الظنون يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورم الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق النهار. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحرم أجسادنا على النار. اللهم
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم حرم أجسادنا عن النار، اللهم حرم أجسادنا ووالدينا عن النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، لا إله إلا أنت سبحانك، احفظنا من كل ذنب واغفر لنا كل ذنب. اللهم يا من سترتنا فلم تفضحنا وأمهلتنا فلم تقبضنا، فلك الحمد ولك الفضل ولك المنة يا منان. اللهم فاغفر لنا وأحسن عواقبنا وأحسن خواتمنا وأحسن اللهم شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا الله يا الله يا الله. برحمتك نستغيث فاغثنا، ومن عذابك نستجيع فاجرنا. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر، واحفظنا من كل شر يا قوي يا متين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم يا قاضي الحاجات يا الله يا الله، اقض حاجاتنا واغفر زلاتنا ومحوباتنا. اللهم أعط كل سائل منا مبتغى برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من خزائنه ملا، يا من خزائنه وخزائنه ملا لا تضيعها النفقة، يا من يداه مبسوطتان بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطية، يا الله يا الله، يا من أظهر اليمين، يا من ستر القبيل، يا حسن التجاوز، يا من لا يأخذ بالجريرة، يا من أظهر المريح وستر القبيل. إلهنا أتيناك يا ذا الكرم، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ورجال أمنه وجنودنا المرابطين يا رب العالمين. اللهم احفظ اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه خير بلادهم وشعوبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه